موقع أنا السلفي. بشير أحمد شاد هذا أيضا كان كافرا أو كان نصرانيا وأسلم، يقول: السؤال الذي كان يقلقني هو أننا نحن النصارى نزعم أن الإسلام انتشر بحد السيف، فقلت لنفسي: فلماذا تقبل الناس الإسلام ولا يزالون يعتنقونه في كل ركن من العالم؟ لماذا يهتدي الناس في كل بلد إلى هذا الدين كل يوم دون إكراه أو جبر من أي نوع؟ يقول أيضا بشير أحمد شاد: لم يحدث قط في حياتي أن لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام قسرا. الخونة، الأقباط المهجر، الخونة اللي بيستقوا بأمريكا كل شوية بيذيعوا أكاذيب وهم فنانون في الكذب، أن المسلمين يخطفون بناتهم ويكرهونهم على الدخول في الإسلام. حادثة واحدة فقط فيها، لأنه لو أكره الإنسان إيمانه لا يعتد به، لا قيمة لهذا الإسلام. فالإكراه محله الإيه؟ البدن وليس محله القلب. هل يستطيع أحد أن يكره القلب؟ ولذلك ما فيش إكراه على القلب، بدليل آية: إلا من أكره بدنه وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا عبرة، والإسلام لا يقبل ولا يرضى أبدا إيمان المكره، ملوش أي قيمة ولا يعتد به. فهل سمع أحد على الإطلاق في يوم من الأيام أن المسلمين خطفوا نصراني أو نصرانية وأجبروه إذا كنتش هتدخل في الإسلام هنذبحك أو نقتلك؟ فهؤلاء الكذابون يعني نسوق إليهم هذه الشهادات التاريخية من أكابر يعني علماء ومشاهير الغرب، وشهد شاهد من أهلها. يقول بشير أحمد شاد الذي كان نصرانيا وأسلم: لم يحدث قط في حياتي أن لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام قسرا. وهذا ينطبق على الناس في الهند وباكستان وفي بقية أجزاء العالم. ففي الهند مثلا ظل الحكام المسلمون سادة القارة وحكامها لعدة قرون، ورغم ذلك بقي الهندوس يشكلون دائما أغلبية السكان، فقد سمح لهم كما سمح لكافة الطوائف الأخرى بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية في ظل الحكم الإسلامي. كما لم يحدث قط أن نزل جندي مسلم واحد على أرض إندونيسيا أو ماليزيا، ومع ذلك فالغالبية العظمى من الشعب الإندونيسي هم من المسلمين، وأكثر من نصف سكان ماليزيا مسلمون، فكيف يزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف؟ لقد وجدت على العكس من ذلك أن الإسلام هو دين الرحمة والحب والتعاطف الإنساني. وهذه كلها اتهامات جائرة ومفتريات لا أساس لها من الصحة، وهذه نقطة أخرى من أجلها اعتنقت الإسلام.